نحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. رسالة فيك فيفيان، كيفك؟ الحمد لله كيفك. أول شيء البرنامج هو برعاية مطي البنالورة الطيبة التليانية وبرعاية بنينة. اليوم صنفنا بيتزا، ولكن بيتزا عادية بالأول رح نساوي فيجيتاريان، ورح نساوي لأول مرة بدنا نعمل بيتزا بالكينوا لأول مرة. واسمعوا مني منيح، وهي ورقة وقلم وأيدوة وتطلع معكم كتير كتير طيبة. وبنسويها بالكينوا المبروشة العجينة، بنحط 200 جرام طحين و200 جرام كينوا مبروشة وبعملهم عجيني. هلا بتشوفوا كيف وبنشتغل فيها البيتزا الفيجيتيريان. كمان بالنسبة مشان ما تتعذبوا، لو بالأخص للستات اللي بيكونوا بيجوا مستعجلين على البيت وفي عندهم واجبات منزلية، ضروري انه يطعموا اولادهم ويعملوا اكل لاولادهم سريعه. البيتزا صلصه البيتزا خالصه كمان من موتي مكتوب عليها بيتزا صوص، ودغري بنضيف عليها اذا بدنا زيتون شويه زعتر، اذا ما بدنا ما بدنا. وبنشوف هلا كيف بندهنا وبنشتغل فيها وكتير كتير طيب. يا حنبلش بالاول بالبيتزا بالكينوا. في بالكينوا برش من بنينا، كيف ما بنفتح كيس الكينوا بيكون محجر، نفتحه بيعطينا الطراوة. ولو فتحناه بهدي شهر لنرجع نشتغل فيه المرة الثانية. حنضيف برش الكينوا على الطحين، وكتير بقى تطلع طيبة وهشة. نخلطهم مع بعضهم ضيف عليهم خميري ملعقة صغيرة ونتف، ضيف ملح سكر لانه ايام شتي لو بعده شاوب شوي صغيره ليش سكر مشان تطلع معنا العجينه بسرعه اكثر. زيت نباتي او زيت زيتون. بنضيف عليهم ماي، بفضل حط ماي، نستعمل الاثنين. ايدنا بتكون نظيفة وانا ايدي نظاف، بس عم برجع قدامكم. تنفركوا مع بعضهم مزبوط. بسخن المي لدرجة حرارة انه الاصبع عندي بكل سهولة يتحملها، وهي المي بتعرفوا اوقات بنشيلها من البيوت، في بعض البيوت في برادات يعني من البراد، براد المي مش براد المي صح. خليها تفتر شوي المي، شايفين معناتها بس حط اصبعي بالمي بكل رياحه بعد ما بحس بالحراره. بلشت تسخن شوي، خلص بطفي النار. بعدني فيي حطها وبعدنا العشرة كل سهولة، وب15 كمان أحلى. نعجن فيها العجينة البرش يعني مش العجين كتير دواء. بكره بيسيو فيها جاتو كمان نشوف شو طيب. معمول انا جرب معمول. برافو عليك. نحن مخمنين فيه بس
حابكي معه. هلا يمكن اذا بسيط. يمكن اذا انسلق شاف وانعجن هيك ما بيطلع مثل هالبرش احلى اطيب هالبرش لاله ايه مع العجين كثير منيح لاله وبيعطينا عجينه شبيهه بعجينه الطحين الاسمر او الطحين القمح الكامل وصحي الكينوا هاي اول عجينه خلصت يلي هي بيتزا بالكينوا من بنينا بغطيها ونحطها على حله نعمل العجينه الثانيه بزيت الكاف لانه نفس الشيء بيتزا ملح خميري ملعقة وربع سكر سكر ملعقة ونحط زيت نباتي أصبح فينا نعجن العجينة بزيت النباتي أو بزيت الزيتون أو باثنين سوا مع بعض هاي عجينة البيتزا وهون الفيجيتاريان عم نحكي زمان بس كان في حرب بإيطاليا اللي عملوها البيتزا شاف إنه أكل الفقراء مزبوط عجون عجين وعجين وكانش يحطوا زيت كمان كانت بحاجة. الناس فقراء هونيك بنابولي وكان في حرب ويجيبوا البندورة يقطعوها هيك شرحات وفوتوها مع العجينة على الفرن بنحركهم مع بعضهم بهالوقت أنا يحبل الجيب صواني بنحط فيهم قليل من زيت النباتي وبنلمع فيهم تلميع الصينية وهودي خلص وصلت على لبنان وتطورت كمان بنحط فوق منها المي فاترة وعلى الداير هيك لا بتجبوا فرشاية ولا بتتعذبوا هالوعي هو ما عادش بدي السكر نجيب علبتين من البيتزا صوص من موتي نفتحهم وخالصة ما بدها شيء لحتى فيها الحبق كمان علبة تاني هلا فينا نضيف لها زيتون أسود هي ما بدها شيء فينا بلاها بس أنا بحب مع شوية زيتون أسود تعطيها نكهة طيبة وفينا نحط لها شوية زعتر كمان لبناني غير هن الحبق الحاطين وبناخذ اتصال الو الو شيف أنطوان نعم
الله معك. وحياتك كبيره جيت ايت قد ايه بدي اعمل شراب الحامض طبيني للصيفيه؟ كل كبايه عصير حامض كبايتين وربع. كبايتين وربع سكر؟ سكر نعم. بتحطيهم مع بعضهم على النار وبتغليهم اول 3 دقائق، بتشيلي القشوه عن وجهن. ايه بتغليهم كل الوقت، الوقت كله من الاول يعني 17 دقيقه. ايه اخر شيء بتضيفي لهم للخمس كبايات ملعقتين عصير حامض وبتشيليهم، او نص ملعقه من حامض الليمون. خمس كبايات شو؟ اذا العيار خمس كبايات ايه من عصير الحامض، ايه بتضيفي لإلهم نص ملعقة صغيرة أو ثلاث أرباع ملعقة صغيرة حامض الليمون. نعم. أو شو 4 ملاعق من عصير الحامض وتطفي النار عنهم. أوكي ميرسي. تكرمي. لا بلا نار، شو خالصة هاي. هلا أنا جايب الزيتون لحطه على الوجه وزين فيها، بس كمان أنا بحب حط فيها شوي بقلبها زيتون. نكهة أكثر. نعم. حطي مع ملعقة صغيرة من الحبق من الزعتر. خلص حركيهم. هاي ملعقة كبيرة. هلا بما انه نحن مش موسم بندوره، وهو بندوره طبيعيه من مرت. لا وهيدي خاصه، هي صلصه البيتزا خالصه، يعني ما ست البيت ما بدها تعمل لها شيء، بتيجي من المدرسه ودغري. واذا مش من المدرسه مش شغل. من شغلها. من صبحيتها. بدي اياه. هلا لاستفيد شوي من الوقت، انا اكثر شيء بده وقت عندي من الفيجيتيريان هو الباذنجان. لكون بلشت انا مد العجينه، بنقص الباذنجان شرحات رقيقه مش كتير سميكه، وفي احطهم بهالوقت بصينيه عاديه شوي بالفرن خلي يدبل الباذنجان. وبناخذ اتصال. حطي لي هون لابس كفوف. ايه هيديك اخر وحده لانه هيدي بدها نحط فيها الايدي. الو 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 بونجور. بونجور شيف انطوان. بونجورين يا اهلا وسهلا. شيف انطوان الله يخليك، هالترمس مجنن، ما عم يزبط معي، ما عم يحلى. اذا الترمس وجننك شو خليتي؟ شو في ناس بالحياه بدها تجننك لكن؟ اي والله جبته من نهار الجمعه، نقعته التنين مغليته بالبريستو لمده نص ساعه وبعده ما حلى. هو بتعرفي ليش عم يجننك؟ ليه؟ لأنه ما سألت الشيف أنطوان قبل. قبل ما تشتري وتعمليه. ايه صحيح. هلا اجمالا انت جبتي الترمس اللي شوي مر. ايه؟ ايه نعم الترمس أوكي. العادة من اول شيء لك شو بتعملي عيني؟ الو؟ ايه نعم. بتجيبي الترمس تنقعيه بالماي اقل شيء شو 10-12 ساعة. اوكي. ترجعي بتسلقيه على النار. قد ايه؟ نص ساعة وعشر دقايق. اوكي. بترجع بتشيليه عن النار وبتحطيه دغري تحت المي الباردة. نعم. وبتغيري له ميته على يومين. اوكي. من بعد يومين بيحلى، بتشيليه بتحطي معهم شوية ملح وبيمشي حلو. اوكي ماشي. تكرمي، هلا مش عيجننك بقى. اوكي. تكرمي. على يومين شف، بس كل يمكن ساعتين ثلاثة. كل ساعتين بدها تتغير ميته. ايه. مظبوط. هودي حطي اليوم بديك الفرن لنقص بهالوقت الفطر كمان تكون ارتاحت شوي العجينة. هو الترمس المر نافع أكتر من الحلو. أكتر من الحلو مزبوط. هداك دغري بينسلق بالتاك. ومناخد اتصال. ألو
ايه شيف انطوان يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. يخلي لنا اياك صوم مبارك ان شاء الله. تسلم علينا وعليكم. ايه شيف انطوان بدي اسالك عن العصير البوسفير، المي تبعه الكبيت العصير البوسفير قديش بدك سكر وقديش بده غلي على النار لو سمحت؟ بده ملعقتين، بده كل كبايه كبايتين سكر وبده غلي 17 دقيقه. اوكي. بتشيل اول 3 دقائق الرغوة اللي بتفوش على الوجه. اي. واخر شيء يقش. واخر شيء شوية عصير حامض. نعم. او قليل من حامض الليمون وبتطفي النار دغري. يسلم ديتك، شكرا. اكرام، اهلا وسهلا فيك. شكرا شيف. ما بيطلع مر شيف البصفير؟ شو هيني الكباية كبايتين سكر؟ لو انه مرورة على الحلب يحلى. بلش عزبيك وسعي، لا وسعي هولا ورا، هلا بعدين بنجيبهم نحطهم او حطين على الغاز كمان، ما بدنا اياه الغاز، ما رح نستعمله مش عم نستعمله. حطي الذرة، ملح البهار ما عشبنا اياه هون، الصلصة فيها خميري ما عشبنا، ملح وبهار ما عشبنا. فيكم كمان تستعملوا فطر معلب، هل بدي اياه؟ لا عايزه الزعتر، عايزه خلص. لا بس بضل الطازه شايف الطعمه. انا بقول ايه يعني اكيد انا شعاري على طول الطازه، بس في اوقات بيكون شيء مش بموسمه او شيء تاني بتكون مش متوفر، ساعتها فيني استعمله. هلا اذا بدنا نحفظه بالبراد شايف؟ بالبراد بينحفظ، لا بكيس ورق، الكيس بنبخشه بخشين ثلاثه بنحطه بجارور البراد، بكيس نايلون يرجع وبكيس البراد بيهدي ساعتها 15 يوم، بس بالفريزر ما بيسوى. وبناخذ اتصال. الو. الو. الو بونجور. الو مرحبا. مرحبتين. ايه بس بليز بدي احكي شيف انطوان. شيف انطوان معك، اهلا وسهلا فيكي. الو. ايه كيفك مدام؟ مرحبا. اهلا، كيفك؟ منور الشيف يا شيف. تسلمي تسلمي، عيونك الحلوين. ايه بس بدي اسالك كبسه اللقطين اذا بتعمل معروف طريقتها. ايه يلا تكرم عيونك. ايه وبليز بس البسكوت بالشوكولاته كمان لو بدي تعرفك. ايه تكرمي تكرمي عيونك، اهلا وسهلا فيكي. يلا رح نبلش نجيب الشوبك. رح شيل هيدا كمان. يلا شيلي. رح نبلش نمد العجينة، والأول رح نبلش بعجينة الكينوا. يلا رش طحين، خلي مسح لك شوية مي هونيك، بركي وصلت إيدك لهونيك. هي دائما على طول نحن قبل ما نحط الأغراض هاي الطاولة من صوبنا، بس لنكون عارفين نكون خبر ومنشفينها. حطيها أكترها. بعدين نعملها هديك أكترها. منيح. هيدي عجينة الكينوا، عجينة البيتزا بالكينوا، بس لنوضح. هيكو شو هالصلصة الحلوة، جنة. هلا شايف في حل بدنا نعملها كينوا على الحل اللي عندهم جلوتين، بتجمع؟ لا تخلطها مع شيء، ما بتجمع معها. هلا عادة العجينة بدها رياحة ثلاث أرباع الساعة. بس ثلاث ارباع الساعة نحن من وقت ما بلشنا بنكون عم ننهي الحلقة. منشان هيك مضطرين انه نسويها بهالطريقة. وبناخذ اتصال. الو. الو. بونجور شيف. بونجوريني، اهلا وسهلا. كيفك؟ منيح كتر خير قلبك.
شيف بس عندي سؤال تقني شوي. يلا نحن أنا بهمني التقني. أنا سمعتك مرة عم بتقول أنه ما بيسوى ينحط للدجاج خال. نعم. فيني أعرف ليه؟ إيه لأنه الخال بيخرق، انتبهي، بيخرق اللحم وبيتدخل الميكروب على قلب لحم الدجاج. أيوة. لأنه أنا بغسل الدجاج بقلب بالخال وبرجع بغسل. لا غسلي بالماي العادية وماي وملح بس. طيب مرسي لك يا شيف، تكرم عيونك. فيني أسألك بشغلة تانية؟ ولو قد ما بدك قولي شو بدك تكرمي. بدي أعمل تيني السكر. نعم. بدي أحط للكيلو سكر. ما سمعت مزبوط بالأول. بدي أعمل تين سكر. تين بسكر؟ بدي أعمله بسكر معقود. تين معقود. ايه تين معقود. نعم. تكرم عيوني. بس هلا عندك التين الناشف؟ ايه عندي التين الناشف. لانه هلا ما في موسم تين. ايه لا بس في حدا عم يبيع عم يجيب من برا. نعم. في حدا، في عنا حدا عم يبيع. اوكي تكرم عيوني. الله يكرمك. اول شيء هاي التيني ناشفة كتير، بدها تنبخ بالماي على 3 مرات لأنه ناشفة، وكل مرة هلا بنشيل الزيت. يمكن عندك ما بدها. طب يلا شوي. وكل مرة بتبخيها بخة ماي بيكون في فرق بين بعضهم شو ساعتين. بتحطي لكل كيلو تين هاي الصلصة. أول شي بنقدحها هاي أو بشوكي منشان العجينة ما تقب. أعطيني شوكي خلينا نعلمه المزبوط. أعمليها بالشوكي. أوكي بالشوكي منشان ما تقب العجينة، مش ضروري هالقد، المهم شوي. برجع بحط صوص من صلصة الموتي. جيب العجينة الثانية بلشي لي فيها. يلا لأنه بدنا نعمل صواني وبدنا نعمل قطع. هاي عجينة الكينوا يلي هي معي. وهون انتبهوا لي شوي، نحن شفنا، برجع بقص العجينة أعلى شوي من الصوص. وبناخد اتصال. ألو. ألو مرحبا. مرحبتين، أهلا وسهلا. كيفك؟ ماشي الحال، مين معي؟ معك منى جعفر. نعم؟ منى جعفر. إيه أهلا وسهلا فيك. منى جعفر. شو بتحبي ساعديك؟ بدي أسألك. نعم. كيف يعملوا ظرف الأمبري؟ شو طلبت الأمبرجر؟ ما سمعت مزبوط، فيك تقولي لي ترجعي؟ ألو؟ ما سمعت مزبوط. هاي العجينة منفوتها على الفرن، منشيل الباذنجان من الفرن يلي هو دبل، ونفوت هاي العجينة لجوا. هون شوي صغيره بس. هو الأصول السميكة قدي شايف؟ هاي هي فيك ترأي، في ناس بيطلبوا هاي العادي، في ناس بيطلبوا سميكي بتكون أكتر، وفي ناس أرق. هاي ده المزبوط. خلي لي يا شوي من هون الدندل. إيه يا نزلي يا
بننزلها بنفوتها بالزوايا هون، في زوايا يعني الخسفي فينا شو القصة، وبعدين نحطها بالخسفي وتطلع ساعتها زايدة. بنقصها دغري هيك، مد القطع شيليها، بنحط عليها صوص، بننقر نسويها بالشوكة. وهي الصلصة الجاهزة لا بتتعذبوا ولا شيء، يلا اعملي اياها. وبناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجورين سيف انطوان، كيفك؟ ماشي الحال، يا اهلا وسهلا. بدي اسالك، العقدة الصفرة ليه بتعمل نقطة حمراء بالصفوف؟ منا اصلية. اوكي تكرم عيوني، غير المصدر وغير الماركة. اوكي ثانك يو لك، تكرم عيونك، تكرم عيونك. باي باي باي. وغير مره، لانه اوقات لو كانت عطت نقط على حمار ليدوبوا مزبوط على الكل، على الكل ليدوبوا مزبوط، ضوبيهم مع شويه زيت بالاول مع بعضهم، وبعدين حطي لهم مال. بشكل عام لازم العجينة تستوي نص نضج بالأول لوحدة مع الصوص. ليه؟ يلا جيبي هاي تبع الكيلو. أوكي. مننشفها يعني هيك، مننشف لوجه يعني، ومن بتنشف وجه العجينه تكون خبزت. هاي الباذنجان حطه بجاط او على خشبه دبل، استوى شوي بس ما بده، هلا بنكمله. هيك منيحة شايف، منيحة يلا قطعيهم. هاو الزيتات اللي كانوا فيها راحوا، برجع بحط شوية زيت منشان ما تلزق العجينة. بنحط العجينة بعدهم شوي صغيرة عن بعضهم، مش بلزقهم ببعضهم، مش كتير منشان ما تاخد مساحة كبيرة. هيدي عجينة البيتزا بالكيلو. وبناخد اتصال. الو الو بونجور. بونجورين كيفك شاف؟ ماشي الحال، يا اهلا وسهلا. كيف من طرابلس؟ يا اهلا وسهلا فيك، وقلت اهل الشمال كمان. تسلم يا رب. بدي اسالك بس، الكنوة قد ايش فينا نحفظها بعد ما بتنفتح العلبة؟ شهر. شهر؟ نعم. شكرا لك، كلك ذوق. تكرم عيوني. الله معك. تكرم. هلا لا كنوة معش بدي. هلا اعطيني العيلة، هاي بقى ترتاح شوي. وبتضل بالكيس شيف او منحطها ب لا لا بتضل بالكيس زيز، ما بتأثر لا بتأثر. هالفطر قطعوا هيك، الفطر ما بضلني كل شوي بشيله وبحمله من هون لانه سريع العطب، بدنا ننتبه له. بس بدي شيء زيحة شوي شيف. شو بتدفعي؟ تكرم يا ست.
هاي العجينة شوفوا كيف صارت، استوت تقريبا ربع نضج. هلا بيجي ببلش بحط صف هليون فينا نجيبه. هو الهليون امتى منلاقي منه اخضر شاف يعني طازه؟ بعد شوي، بعد هالوقت في صغيره. هلا بحط حد منهم باذنجان، بحط حد منهم فطر، عم نحكي ببيتزا فيجيتيريان بعجينة الكينوا من بنينا. في صينية تاني شايف او خالص؟ جيبي صينية تاني انت كريمة، والمشاهدين بيستاهلوا. برجع دورة طلع زيت. هلا كمان في شغلة مهمة تعرفوها قبل ما ارجع، حط الجبنة عليها كمان بدي ادخلها على الفرن. هلا البدكن ياه فيكم تستعملوا اقل شوي من علبه الهليوم، بس بنقول شو بدنا نعمل فيها مشان هيك استعملناها كلها. اما العجينه العاديه ليكون في فرق بين بعضهم رح استعمل معها افوكا، مش رح استعمل معها هليوم، وفينا نبدو الاثنين مع بعضهم. رح بلش حطها هون، حطيها بس بدنا نحط صوص. حطي صوص هدي. كمان رح سويها بالفطر والذرة والباذنجان والافوكا هاي، وبناخذ اتصال. الو الو بونجور شيف انطوان. بونجورين، عمليه على الاخر، اتصال على الاخر. نعم كل عمل معروف، كل في جامبون سلامه بينحطوا بالفريزر شيء؟ رجعي عيدي لي عمل معروف. كل شيء جامبون سلامه بينحطوا بالفريزر؟ هلا بشكل عام لا لا، لانه هن اساسا مدخنين، بس واحد اذا مضطر وزاد عنده شوي صغير، كان عنده عزيمه. الو نعم عم حدا كان عنده عزيمه وزاد عنده ما في ياكل كل هالشاركوتري الموجوده عنده، مظبوط ساعتها فيه خليها، بس مش اكثر من شهر. كثير منيح. والجبنه كمان؟ الجبنه نفس الشيء، ما بتنحط الا على الضروره. مظبوط. وعن شهر؟ نعم. وكمان سؤال، وقت نحط العظم باليخنه او هيك، نعم ضروري يكون عظم غنم او في يكون عظم بقر؟ في يكون عظم بقر، بس بده يغلي وقت زيادة ساعة عن الغنم. ليحل أكثر. نعم، لأنه هلا لأنه البقر هو أقسى، بده وقت أكثر على النار ليحل. إيه أنا عم بحكي عن العظم. إيه وأنا عم بحكيكي عن العظم. عن العظم يعني إذا لنفترض عندك يخنة فاصوليا أو بازيلا. نعم باللحم. نعم جبتي لحم غنم مع عظام غنم. نعم. تغلي العظام مع الغنم ساعة ونص بكفيهم.
نعم. بس إذا جبتي لحم بار وجبتي عظم بار، نعم. أو جبتي لحم غنم وعظم بار، نعم، هون بتغلي اللحم الغنم ساعة، بتشيلي اللحم وبتتركي تغلي العظم ساعتين ونص الوقت كله. ساعتين ونص. بعدين تستعملي يلا تعطيكي الخواص المطلوب يلي نحن بحاجة لإله والنكهة. وفيني خليها كل الطبخة وحتى البازيلا وكل شيء، وآخر شيء قبل السك بشيل العظم أو ليش؟ مش ضروري، فيكي تاكليها تخليها للآخر، وآخر شيء تجيبي صحن وتحطيهم بصحن لوحدهم، انت جيبي صحن وتدقيهم للعظم وتاكليهم كمان ما بيأثر. لكن ما ضروري نشيل قد البازيلا. مش ضروري. وبعد سؤال، بيتغسل العظم قبل ما يستعمليه؟ أكيد أكيد. كيف؟ بالماي بس. بالماي بس. وعلى الخل. لا بالماي بس، بلا صابون. بس بالماي ولا صابون أبدا. شو الصابون؟ والدجاج بيتغسل الدجاج قبل الاستعمال؟ نعم يتغسل الدجاج قبل الاستعمال كمان، فقط بالماي أو ماي وملح بس. ماي ماي بكفي، ماي الحنفية بتكفي. نعم. ماشي كتير شيف عطوان، تكرمي عيونك، تكرمي عيونك. ماشي كتير عطوان، نتشكرك بخاطر عيونك، تكرمي. هلا هون الفيجيتيريان يحسويها بطريقه ثانيه بهالشكل، ونحن عم نشتغل بالصينيه رح نتوقف مع محطه اعلانيه ومنتابع حلقتنا عبر شاشه تلفزيون لبنان. نتابع حلقتنا عبر شاشه تلفزيون لبنان وناخذ اتصال جديد. الو الو يلا شيف أنطوان معكم. ألو. بونجور. ألو. مرحبا. مرحبا. كيفك شيف أنطوان؟ كيفك مدام؟ كيف صحتي؟ الحمد لله الله يخليك. بدي أقول لك شيء. نعم. أنا عندي فاصوليا حمراء. نعم. نقعناها وسلقناها وما قدرنا عم نطبخها ولا استويت لأربع خمس ساعات وما استويت. شو بدنا نعمل حبيبي أنا والجيران كمان؟ إيه. شو بدي اعمل شيف أنطوان؟ هلا اول شيء ايه بدك تنتبهي هاي الماركه ما عادش تشتري منها. بس الماركه إيه؟ اول كان عندي البيضه هيك مقلمه منيحه هيك زهريه. نعم. كنت اعملها كثير تزبط. هيدي ما عم امبارح عملناها ما قدرنا اكلناها يعني باردون، بعد شوي بدنا نكبها بس بيقولوا يا الله لا يقدر ما لازم نكب شيء بهالايام. هلا لكي شو كنت تعملي؟ شو بعمل الله يخليك؟ اول شيء اذا بدك تزيدي لها نقصة مي، ايه بدك تغلي المي وتضيفي لها مي مغلية، ممنوع تضيفي مي عادية عليها ترجعي. ما انا مي مغلية. مي انا مغلية. عم بحط مي مغلية يا شيف أنطوان. وعملت معك هيك؟ قديش ما بينقعوا بكربونات شيء؟ لا ما بينقعوا الفاصوليا. هيدي ما بيسوى. لا طيبة تغذي. مرسي كثير على أكلاتك الطيبين. بخاطر عيونك. والله أنا كتر خير الله في واحد عم يخدمني دايما بيعطيني اتصال. تسلمي تسلمي. شكرا يا شيف أنطوان، خلي لك ولادك. بخاطر عيونك. ومدام فيديان كمان. مرسي. بخاطر عيونك تكرمي. الله يقويك. هي الفاصوليا لما بيكون جنسها يمكن بيكون في جنس قاطر، ايه ما بتستوي ما بتستوي ما بتستوي خلص. بس انا عم اقول لها في طريقه، في اوقات بتكز اذا زادوا لها مي عاديه وبدها نار قويه، يعني بدها اول ما تغلي دغري تتغطى ونار خفيفه تطلع بتجنن. يعني هي الفاصوليا المنيحه بدها نص ساعه بتستوي، يعني لنفترض ساعه. يا اختي منيحه كمان، بس مثل ما قلت لك اربع خمس ساعات كانت بتبلش الغمه تخلص. هلا انا صارت معي جبت فاصوليا حبه مستويه هالطه وحبه بعدها خلص، هاي الماركه ايه. شطبي عليها. نحط افوكادو. حطي افوكادو. اسم الله شو غنيه تطلع. هلا
هلا برجع هيدي بشيلها، نشيل هاي الصينية، شوفوا كيف صارت. ولاحظوا انه لنفترض ما كانت فيفيان شكتها بالشوكة، لا كيف كانت عم تقب مع التنفيسي وعم تعمل هيك. هلا صار الشغل الثاني اللي هو الجبنة والزيتون والفلافلة، نضيف عليها جبنة هيك. انه تنشك شيف بيتعلموا يعني التلاميذ بالفندقية او مع الخبرة؟ لا لا شو قاعدين يعملوا الاساتذة بدي يعلموها بالفندقية. شو لشو فاتحين الفندقية ليتعلموها بالخبرة؟ يعني انه الواحد لا بالخبرة معه بيتعلم اكثر، بيكون شو مرة ما عملهاش بقول لك بدي اشوف شو بدي اعمل، بتكون قبت وطلعت الحشوة لبرا. ايه في اشياء هيك واحد بيكتسبها بال تمرق معه غلطة بيتعلم من الغلطة. ولا انا تلاميذي اللي كنت اعلمهم واهم تلاميذ طالعين واهم مراكز بالدول العربية وبلبنان اخذوا، كنت اعلمهم كل التفاصيل الدقيقة يلي هلا بعلمهم لستات البيوت، لانه شغلة كتير منيحة. هاي تبع الكينوا شفتيها، ومناخد اتصال. الو الو شايف؟ يا اهلا بميري، كيفك شايف؟ اشتقتلك. تسلمي، كيف صحتك؟ مثل الحال، انا منيحة يا شايف. وانا منيح كتر خلق الله. الله خلينا اياك وخلي لك ست فيفيان. تسلمي. وشايف عبده، بس بدي اسألك، تجيب جبنة مبروسة بحطها بالفريزر معلش؟ طب لشو هالعذاب؟ ايه؟ لشو هالعذاب؟ ليه؟ انه جيبي جبنة مبروسة واستعمليها. انه بيصير شيء؟ ما بيصير شيء، وبتهدي جمعة 10 ايام بالبراد كمان. لا بتضل شهر. طب لشو بك تحطيها بالفريزر؟ ما هي مبروسة. يا عيوني بنتفاهم انا وياكي. لأ ما فيك تحطها بالفريزر، ما عم بسمع. فيك تحطيها، بس شو الهدف؟ شو الهدف الفريزر؟ تحط جبنة عبير. حطي خلص صغيرة عليك تطلع. طيب خلص انا ما باجي بحطها تحت. حطيها بالبراد واستعمليها، لشو بك تستعمليها بالفريزر؟ مش عم بفهم انا. ما هي قوام بتشبس تطلعها، بتهزها هيك بتلقلق قوام. كل شيء على الهز بهز. عقد حيشتك يا مهرجي. والله يا شايف اشتقت لكم انا، والله انا اشتقت لكم، انا اشتقت لكم. رح اجي شي مره فجاه. يلا اهلا وسهلا. اوكي مين قال لك بنزعل؟ يلا باي شايف. باي اهلا وسهلا فيكي. باي. بنحط هالفلايفلي فقط، بتعطيها منظر واكيد طعمه، بس المنظر هو الاساس، لانه فرق ما تطلع خفيفه هيك لونها بس على الجبنه، فرق ما يطلع فيها اخضر. هو احلى يجيبها مبروش شاف الواحد الجبنه او سلايسات هيك. بيسوا اثنين، مش هذا الهدف. اثنين بيسوا، بس نحن عم نحكي انه واحد بدها تجيبها وتحطها بالفريزر، شو الهدف؟ ما نعرف. اذا فزعيني على 4-5 اشهر تنقطع الجبنه يمكن، بس هلا اني مبدئيا بعرفش قطعة. وعطول في جبنه بتجيبها وبتستعملها، مش رح تستعملها دغري، بتحطها بالوراد جمعة 10 ايام، يعني بدها اكثر من 10 ايام. انواع الجبنه كثير، يعني بيروح صنف بيكون في غيره عده انواع. مزبوط. هلا زيتون اسود كمان للزينه ليعطوها منظر للبيتزا يلي نحن عم نسويها بالكينوا من بنينا. وانا شايف هاي الجمعة الجاي حتكون الغداء نهار الاحد بيتزا بالكينوا من بنينا ليطبقوها. مطي وبنينا لك شو حلوة. هلا بنرجع لنشيل هاي دي من الفرن. هاي خلصت. يلا نرجع نعمل العجين الثاني، الصينية الثانية عفوا، يلي هي بيتزا العادية. يلا
العسل اللي بعدين بنعملها. يلا اعطيني الجبنه لهون لنوزعها. بالبيتزا الايديه كلهم اعطيني اياهم. فليفلي درح طيب. حطينا درح زيتون. لا حطي زيتون. يلا برجع انا احط فليفلي. بعدهم تلاميذك لليوم بيسألوك شيف بيتصلوا فيك. بيتصلوا بالعكس أنا منبسط بفتخر إنه صاروا بهيك مراكز. منبسط من قلبي وفتحوا كلهم بيوت وعمروا كذا بيت ومرتاحين بحياتهم. هاي معناتها إنه نجحوا بحياتهم. يلا جيبيها لنحطها هون. إن شاء الله بتضل بهالهمة يا شيف. حطي يا فاو. في عندك كبة اللقطين شايف وبسكوت على شوكولا. كبة اللقطين أول شي منجيب اللقطين من قشره واللقطين ما بده براد وبيهدي على البلكون 4-5 أشهر وبس نقصه بيهدي 15 يوم ل 20 يوم بالبراد شرط انه نلفها بالكلين فيل. واذا كل هالوقت مش قادرين او لسبب ما فيكم تقشروها تسلقوها تعصروها وتحطوها بالفريزر. هلا اللقطين كل كيلو لقطين بسلقوا بالماي برجع بشيله 7-8 دقايق او 12 دقيقه اذا كان اللقطين القاسي. في لقطين طري وفي لقطين قاسي بشيله بحطه بمصفايه وبتركه من عشيه لعبكره. اذا مستعجل شو انا بلبكي بتجيبوا كيس لبنه كيس لبنه او كيس خصوصي للقطين بتلاقوه بمؤسسه الحاجه التجاريه 01-88-3-4-1 مع مكانه الكبه وحقه 5000 ليره الله ليكسر حدا. بس لتعصروا فيه مظبوط الكبه لينزل منها المي. كل كيلو كبه بده 250 جرام برغل اسمر او ابيض ناعم حسب ما بدكم. بصله شوي كبيره مبروشه او مطحونه وملعقه ونص طحين فقط لا غير. ملح بهار اسود حلو شويه قرفه ناعمه عبلا القرفه شويه كبشه قرنفل شويه برجل سطيف واللي بده شوية كمون. في ناس بحبوها مع كمون في ناس ما بحبوها مع كمون. الحشوة لها في حشوتين بصل مقلى مع زيت زيتون جوانح بعدين بنضيف له جوز مفروم خشن سماء وهيدي حشوة. الحشوة الثانية بصل ناعم مع زيت زيتون سبانخ بنحطها بنقليها معها وتكون ني سبانخ بس مفرومة مشان يضل كل خواصة فيها. بعدين بضيف لها حمص مسلوق من بعد الحمص المسلوق ملح بهار اسود حلو سماء برش حامض قليل من عصير الحامض وشويه ملح. نحشيها فيها فينا نسويها بقلب الفرن وفينا نسويها داخل الصيني. بنشوفها وين صارت. شيف انا وعملتها كبه اللقطين تاني نهار لما عملناها هون ايه طلع فكره هيك عندي انا وعم بسلق الحمص عندي طنجره فيها مصفايه على شو اسمه قطعت اللقطين بدل ما اسلقهم بمي وحطيتهم على المصفايه يعني صاروا يستووا على البخار على البخار بيطلعوا ايه وصرت شيل شوي بس هلا مش كل الناس بيلقطوا على البخار يعني سهل. راح نشوف المقادير عبر شاشه التلفزيون لبنان.
هالبيتزا هيدي الصينية العادية، هودي القطع بدهم شوي صغيرة بعد، وهيدي بالكينوا. ست فيفيان أنا بشكري على معاونتك على هالأصناف الطيبة. كان عنا بيتزا بالكينوا من بنينا، وعنا بيتزا عادية من صلصة المطي يلي هي موجودة للبيتزا. حلقتنا اليوم انتهت، بنشوفكم على راد بحلقة جديدة، ومن إلكم باي باي.